صالح بن حمد، القمره مع المضمر حمد بن محمد بن جهويل، المركز الثاني مزاحميه ولكن سرت مشاهدينا الاعزاء، ولكن المزاحميه تحاول ومحاولات جاده وحقيقيه في المركز الثاني مع مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. اوه عادت المزاحميه لتطحن المعركه. المزاحميه وسرت الشوط الاول الرئيسي للحيل. مشاهدينا الاعزاء عادت سرت، يا سلام سرت والمزاحميه، سرت والمزاحميه، الشوط حساس، اللحظات حساسه، سرت مشاهدينا الاعزاء، سرت وال100 متر الاخيره تنتزع ناموس الشوط الاول الرئيسي. تهانينا لصالح بن حمد بن قمره، تهانينا لصالح بن حمد بن قمره، والتهاني لحمد بن محمد بن جهويل. لحظات الوصول، تهانينا وناموس المركز الثاني. الهجهم بديره الخير من عصر مبارك بن محمد بن زايد الخيارين على هذا الناموس وعلى هذا الفوز المستحق لمهاجر وانفراده عن بقية المراكز، وأيضا انفراده أيها الإخوة من يشارك معه في هذا الشوط. نهني مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، كما نهني مضمره عتيق بن حمد بن قريع المري على انتزاع مهاجر وانفراده عن بقية المراكز، وأيضا الأوامر لم تصدر على مهاجر أيها الإخوة. هذه لحظة وصوله إلى 200 متر الأخيرة، يحق لنا أن نهني مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، كما نهني مضمره عتيق بن حمد بن قريع المري، ونهني كذلك شبل عتيق اللي هو السيد علي بن عتيق بن حمد بن قريع المري. من يتابع هذه الانطلاقة، لحظة وصول مهاجر إلى خط النهاية بأمان وسلام، أهلا بقدومه، تهانينا للمبارك بن محمد بن زايد الخيرين المركز الثاني. الهجهم بديرة الخير من عصرين. عتيق ما أن تسمع اسم عتيق بن قريع حتى تعرف أنه دائما يتواجد خاصة مع الكبار، متخصص بحمد، متخصص بالأشواط الرئيسية، متخصص بسيوف أبناء القبائل، دائما يحمل الخطر في هذا الشعار. ولكن مهمة قادمة صالح بن حمد بن قمرة، أيضا السندباد القطري كما أطلق عليه الراحل علي بن سالمين، أطلق على هذا الاسم صالح بن حمد بن قمره المري. يا سلام، يلا يا حمد يا بن عتيق، اللحظات القاتلة، الناموس 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 مع الوطن. مهمة لكتبي قادم يا عتيق لكتبي، ولكن بن قمره مع مهمة كلفت بهذه المهمة وانتزعت الناموس باللحظات المهمة والقاتلة. تهانينا لمالك مهمة صالح. قادم في هذه اللحظات بدوره ضيف علينا على النداء، وأيضا هملون لعلي بن سعيد أو صغال لزايد بن خميس بن عويضة المريخي. مشاهدين الكرام، أو هنا هملون لعلي بن سعيد بن سالم الكتبي في هذه اللحظات، أسماء جديدة. وهنا 500 متر 400 متر على الناموس، الأقرب إلى الناموس براق انطلق براق حرك براق يا محمد بن حمد بن قريع، فاز إلى هذه اللحظات، هو الأقرب إلى الفوز، هو الأقرب إلى السلام في الميتين متر الأخيرة في هذه اللحظات. تهانينا لك من الأعماق، إن لم يكن هنا رأي آخر للكتبي في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، من يرافق يا بن بريك بن فاران عتيق بن فراق مشهد فاران بن محمد بن قريع في هذه اللحظات. تهانينا والناموس للسيد محمد بن قريع المري في هذه اللحظات. سالم بن جرالة المكسور المركز الثاني المسك لراشد الحباب الهاجري، المركز الرابع تتواجد مزنة محمد بن سعيد العامري، وهنالك القدوم من قبل الظبي من ملهية قادم برفقة هنالك الظبي محمد بن عبد الله بن ملهية المري. ولكن أعود
أعود إلى نشرة من نشرت لنا طوابع الناموس وانطلقت بهذا الشعار إلى خط النهاية بهذا الأداء المميز بهذا الرقص الشحاني وحبات الرمال تتراقص من تحت أقدامها. سلام نشرة، سلام سلام الخيرين، سلام سلام بن مكسور، سلام على انطلاقة نشرة إلى خط النهاية بهذا التميز وبهذا الإبداع وبهذا الأداء الممتع. تصل نشرة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس الثاني لتبريك عيد المبارك بن زايد الخيري والتاني موصول سالم الجمهور. الهجهم بديرات الخير من عصرين بديرات، ولكن الخطورة من فتح الخير، فتح الخير قادم ورافع راية التهديد، قادم 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 فتح الخير على ثاني المراكز، ما زال الكايد يحاول البقاء ولكن شعار البرنس يتقدم، شعار البرنس يتحرك في هذه اللحظات مع جار الله بن محمد بن عقيل. فتح الخير قادم بعد أن كان مشاهدين الأعزاء الريان وكان التخطيط الحربي والتخطيط التكتيكي مشاهدين الأعزاء ينتزع فتح الخير ناموس هذا الشوط انتزاعا ليهدي السلام إلى جار الله بن محمد بن عقيل وإلى حمد بن محمد بن عقيل وإلى تهانينا لمحبين هذا الشعار، تهانينا لمالك فتح الخير اللي انتزع ناموس الشوط وهذا الحركة غير يا حمد بن محمد بن عقيل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، وتهانينا لمحمد بن طالب بن عقيل ولأبنائه الكرام بمناسبة فوز فتح الخير بهذا الشوط المركز الثاني. الهجهم بديرات الخير من عصرين بديرات بيضة مع المركز الأول جابر بن فهد العفرة المري يقدم لنا بيضة مع أول المراكز بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع منذ الانطلاقة وهي تسيطر على أول المراكز وما زالت مسيطرة على المركز الأول. بعدت المسافة بيضة مع المركز الأول ولكنني أرى نويعس من بدأت هنالك تقترب رويدا مع المركز الثاني، ولكن بيضة هي الأقرب للناموس، هي الأقرب للتتويج. سلام بيضة، سلام سلام العفرة، سلام سلامي وتحياتي أبعثها إلى أهالي الريان على حصول بيضة على أول المراكز وعلى انتزاعها لهذا الشوط انتزاعا مميزا من قبل بيضة، وأن وصلت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. ثاني التبريكات لجابر بن فهد العفرة المري ثاني مراكز نويعس، لجاسم بن عبد الله عطية مركز ثالث.